تقول: هل يجوز صبغ الشعر بالصبغات الكيماوية المختلفة وصبغ الحاجبين بدلا من نتفهما؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الشعر إذا كان مشوها فإنه يغير تشويهه بالصبغ المناسب غير السواد الخالص، أو كان فيه شيب فإن الشيب يغير أيضا لكن بغير السواد الخالص، بل باللون المناسب غير السواد الخالص. أما الشعر الذي على طبيعته وليس فيه تشويه فإنه يبقى على ما هو عليه ولا يغير. نعم.